نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينص على تعديل أسعار الوقود بصورة ربع سنوية، بحيث يتم مراجعة السعر كل 3 أشهر حسب سعر خام برنت عالميا، وكذلك سعر صرف الجنيه أمام الدولار. القرار يأتي بعد يوم من رفع أسعار منتجات الوقود بنسب تتراوح بين 16 إلى 30%. المزيد من التفاصيل بالتقرير التالي. بعد يوم واحد من قرار رفع أسعار الوقود، نشرت الجريدة الرسمية قرارا جديدا متعلقا بالملف. الحكومة المصرية قررت ربط سعر بيع المنتجات البترولية بمتوسط السعر العالمي، ما يعني تغير سعر الوقود كل 3 أشهر داخل مصر بداية من أكتوبر، وهذا باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز. القرار نص أيضا على ألا يزيد هامش التغير في كل مراجعة ارتفاعا أو انخفاضا عن 10%، كما سيتم تشكيل لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي، وسيشمل السعر المتغير أيضا ضريبة القيمة المضافة. وتعتمد آلية التسعير على عوامل عدة، منها السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلا عن التكاليف اللازمة لتوفير الوقود داخل السوق المحلية. مراقبون تخوفوا من إمكانية ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق بعد ربط أسعار الوقود بسعر خام برنت العالمي، الذي من الممكن أن يشهد ارتفاعا يرتبط بالتصعيد في منطقة الخليج ضد إيران، إلا أن آخرين يرون ذلك الاحتمال مستبعدا في ظل رغبة عالمية من موردي ومستهلكي النفط بالحفاظ على استقرار الأسعار وخفوت طبول الحرب مؤخرا. الحكومة أكدت أيضا أنه لا نية لتجديد اتفاق قرض صندوق النقد بعد انتهاء المدى الزمني لخطط الإصلاح الحالية بالعام القادم، وهو ما يأمل ملايين المواطنين أن يكون نهاية لسلسلة من القرارات التي حملتهم ضغوطا اقتصادية بالغة الصعوبة. وانضم إلينا من اسطنبول محمود العناني الكاتب الصحفي. أهلا بك معايا محمود. ورفع الدعم عن المواد البترولية تم بخطى ثابتة منذ سنوات، منذ أعلنت الحكومة عن خطة الإصلاح الاقتصادي وعلاقتها بصندوق النقد. دلوقتي الحكومة أعلنت النهاردة أن مفيش قروض تاني، وأن خطة الإصلاح بتنتهي ب2020، ومفيش أي نية لتجديدها أو لأخذ قروض أخرى من صندوق النقد. هل شايف ده معناه أن هو خطوة هتكون إيجابية ونهاية للإجراءات القاسية اللي مر بها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة؟ يعني احنا بنتمنى في انه يتتوقف هذه السيول من القروض التي، وهي سياسة الغير مفهومة طبقا للاقتصاد المصري او طبقا الوضع الاقتصادي المصري. سياسة القروض من كل العالم، سياسة القروض الخارجية والداخلية، زيادة القروض على ما يتعلق او زيادة طرح الاوراق والسندات في الاسواق المحلية، وتحويل الخزانة المصرية اموالها بدلا من خدمات المواطنين، وبدلا من أن توجه إلى الخدمة العامة، وبدلا من أن توجه زيادة نسبة الرفاه لدى المجتمع، بيتوجه 48% من الخزينة المصرية إلى فقط خدمات الديون الداخلية والخارجية على مصر. خدمة الدين المصري هي تأكل الاقتصاد المصري بشكل أساسي. زيادة القروض وما سمي بالإصلاح الاقتصادي، وكان القروض هو أحد النصائح التي وجهها صندوق النقد الدولي للقاهرة، زيادة القروض التي لم تثمر أي نتيجة واقعية أو حقيقية لدى المواطن المصري. إحنا النهاردة بنتكلم على سنوات من إطلاق برنامج ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي، وكان من المفترض خلالها أن نرى هذا الإصلاح منعكس على وضع وحال المواطن المصري في الشارع. احنا اليوم بنلاقي نتيجة هذا القرار الأخير برفع أسعار المحروقات، بنجد المواطنين بيتوجهوا بالسخرية ان هم سيعودوا الى استخدام العجلات الحربية وعربات النقل بالماشية الى مواصلاتهم لأشغالهم وأعمالهم. يعني احنا النهاردة بنجد هذه الديون لم يستفيد منها المواطن المصري بأي شيء طبقا لإحصاءات البنك الدولي نفسه، اللي بيتكلم ان حوالي 60% من المصريين
إما تحت خط الفقر بالفعل أو مهددين بأن هم يكونوا تحت خط الفقر. إحنا بنتكلم عن أموال ملياريه 198 مليار دولار، 198 مليار جنيه مصري، هم زيادة الديون في الموازنة الجديدة فقط، ديون من الداخل وديون من الخارج. لكن من المفترض أن نجد تأثيرها على المواطن، بنجد أنه تقليص ميزانية الصحة، تقليص ميزانية التعليم، وبنجد وزيرات التربية والتعليم ووزير الصحة بيتكلموا عن أنهم لن يستطيعوا تطوير منظومة التعليم والصحة طبقا للميزانية. يعني لما نبقى بنتكلم عن أن 1.2 فقط هو ميزانية التعليم، 2.1 ميزانية التعليم، ورقم أقل هو ميزانية الصحة، ونجد أن 48% من الموازنة العامة المصرية تتجه فقط إلى خدمة الديون. نحن النهاردة بنلاقي عدم أي تحسين في أجور العاملين بالدولة، بل انخفاض ميزانية العاملين في الدولة طبقا للميزانية الجديدة. احنا بنجد انه المواطن المصري لم يحصل على اي تأثير ايجابي نتيجة هذه الديون التي لم يستفد منها سوى الدائنين، البنك الدولي ومجموعة الدائنين الدوليين الا اقرب. بس يا محمود، الارقام اللي بتقولها الدولة مختلفة. الارقام اللي بتقولها الدولة لو انت بصيت بتقول، بغض النظر عن ان في اشادات دولية كتيرة جدا طبعا بخطة الاصلاح الاقتصادي وبنجاحها وبالحياته حتى الان، ارقام الدولة نفسها يعني خليني اقول لك ان التضخم نزل، الارتفاع الاحتياطي، النمو بقى وصل 5%، معدل البطالة انخفض ل8.9%. الاحتياطي المصري لا تملكه الدولة المصرية، الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري المودع في الخزائن المصرية لا تملكه الدولة المصرية بالأساس، لأنها أموال دائنين. هذا الاحتياطي الذي هو بالأساس انخفض ثم ارتفع نتيجة الديون والقروض هو لا تملكه الدولة المصرية. في النهاية هناك سندات يجب على الدولة أن تقوم، هذه أموال لا تملكها الدولة المصرية. إذا كنا بنتكلم عن إصلاح اقتصادي حقيقي كنا هنجد تحسن في سعر صرف الجنيه، كنا هنجد نوع من أنواع الرفاه لدى المواطن. إحنا النهاردة لما بنتكلم إن البنك الدولي نفسه بيتحدث عن الفقر، وفي نفس الصفحة وفي نفس البيان بيتحدث عن ارتفاع نسبة أو تحسن وضع المواطن المصري، ده كده واضح من البنك الدولي أو تعمية على بعض المعلومات في مقابل تصدير معلومات أخرى. الواقع النهاردة في مصر يقول أن المواطن المصري لا يجد ولن يجد لتر بنزين بسعر مناسب وللحصول على مواصلة. نجد النهاردة أن المواطن لمجرد عشان ينزل بيته ويرجع هيدفع مش أقل من 30 جنيه، نجد النهاردة أن المواصلات العامة أسعارها بترتفع، نجد النهاردة أن تذكرة المترو من جنيه لسبعة جنيه بتوصل، نجد النهاردة أشخاص ومواطنين يتحدثون بشكل واضح وصريح عن انقطاعهم عن زيارات الأصدقاء لأنه خارج نطاق مقر إقامتهم بعشرة كيلومتر اللي هيزيد كلفة اليوم الواحد على المواطن. هذه كل الإجراءات التي تم إقرارها في برنامج الإصلاح الاقتصادي لم تؤثر بشكل إيجابي. نحن نرى طبقا لموازنة الدولة اللي عرضت على مجلس النواب لم نرى أي تحسن في أي بند للمواطن، تعليم وصحة وأجور، لم نرى فيها أي نوع من أنواع التحسن. ابقى معي محمود، وبينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف رضا عيسى الباحث الاقتصادي. أهلا بك معايا أستاذ رضا. وبند دعم الوقود في موازنة 2019-2020 الموازنة الجديدة موجود ب 53 مليار جنيه مصري. الحكومة قالت أنه يكون موجه للكهرباء والبوتجاز المنزلي والوقود المخابز. هل حضرتك شايف إزاي آلية حساب الدعم ده يا فندم؟ مساء الخير لحضرتك وضيوفك ومشاهديك الكرام. موضوع دعم الطاقة في مصر اتدار على ايد يوسف بطل زهيري في 2005 لما ابتدى يتكلم عن حاجة اسمها تكلفة الفرصة البديلة مش تكلفة الانتاج. احنا ببساطة شديدة الدولة بتقول انا لو بعت البترول ده للعالم الخارجي هبيعه ب10 قروش، يبقى المواطن كمان يشتريه ب10 قروش ببساطة، برغم ان الدولة بتاخد من البترول الاتي: الدولة بتفرض ضرائب 40% أو أكثر على شركات البترول وده بيزود تكلفتها، والدولة بتاخد إتاوة على البترول، حاجة اسمها إتاوة على شركات البترول بتخش موازنة الدولة.
فائض هيئة البترول بقى تحقيق الأرباح اللي تخش موازنة الدولة. البترول اللي بيباع عليه ضريبة قيمة مضافة من زمان قوي، من أيام ضريبة المبيعات. يبقى في ثلاث أربع عناصر لو قيمناهم ماليا هنكتشف إن الدولة بتتربح من الطاقة، لأن المجموع ما تأخذه في البنود اللي أنا قلتها أكثر مما تدعيه من دعم الطاقة. إذا كانت بتدعم الطاقة بقرش فهي بتاخده قرشين، والأرقام الموازنات السابقة بتقول هذا الكلام وتكشفه بوضوح شديد جدا. إحنا عندنا مشكلة محاسبية، لعبة محاسبية تداها يوسف بطرس غالي بموضوع تكلفة الفرصة البديلة. أنا لو بعت ده بره هبيعه بكام؟ وبالتالي حسبنا. بالإضافة إلى أحد العناصر اللي بتزود تكلفة ما يسمى دعم الطاقة ارتفاع سعر الدولار. هل حضرتك أنت تتخيل أن تعويم الجنيه كان له أثر في زيادة ما يسمى دعم الطاقة؟ القرارات الاقتصادية نفسها اللي عملتها الحكومة أدت لزيادة التكلفة على الورق، تكلفة الفرصة البديلة. كنا زمان بنحسب تكلفة البرميل ب 60 $70، بنضرب الدولار في 6 جنيه أو 7 جنيه، دلوقتي بنضربها في 18 و16 جنيه. يعني القرارات الاقتصادية نفسها تخلق أزمة. لما حد يجي يقول لي عايزين نزعر البترول اللي هيتباع في مصر بأسعار عالمية، هقول له طيب ماذا عن الضرائب المفروضة على شركات البترول وهي تزيد تماما عن الضرائب المفروضة على داخل أنشطة في مصر. يعني طب استاذ رضا، يعني هل ممكن تشرح للساده المشاهدين، يعني هل الدوله هتحاسبنا على السعر العالمي على البترول اللي هي هتستورده بغض النظر، وهتحاسبنا على السعر المحلي على البترول اللي هي هتكون موجوده، يعني هي عندها عمليه حسابيه شبه دي، ولا كل البترول دلوقتي بالسعر العالمي؟ لا طبعا مصر في كام سنه اللي فاتوا اصلا عندها فائض صغير بتصدره. يعني احنا بترولنا اصلا ما بنستوردش هذا الكم، ولو بنستورد جزء صغير. انا افهم ان الجزء المحلي احنا عندنا المفترض ان في حصه بناخدها مجانيه من شركات التنقيب وحصه بنشتريها بسعر عالمي. المفروض نحسب متوسط التكلفه، عندي جزء مجاني وجزء بسعر عالمي، اخد متوسط هذه التكلفه واحسبها، مش اعمل سعر افتراضي. افتراضي انا بكرر هو افتراضي. النهارده البترول في الموازنه العامه الجديده بيحسبوه او بيتوقعوا ان يكون سعره في حدود 67 او 68 دولار، وبيحسبوا دعم البترول على هذا الاساس باعتبار الدولار ب 16 17 جنيه، بينما اصلا البترول بره وصل لسعر اقل من هذا. انما الحكومه لهاش دعوه. الحكومه ببساطه عندها تو فاكتورز بتشتغل عليهم، فاكتور سعر البترول العالمي وفاكتور سعر صرف الجنيه المصري، يعني الدولار بكام في مصر. عشان كده حتى لو انخفض البترول في السعر العالمي وحتى لو سبت سعر الدولار في مصر بترجع الحكومه برضه لزياده سعر الطاقه. الدوله بتكسب، خليني اعيدها تاني، الدوله بتكسب من مبيعات الطاقه المحروقات في مصر، بتوت البترول، بفائض شركات البترول وهيئه البترول ارباحها اللي بتدعم ميزانيه الدوله، بالضريبه على الدخل اللي هي تزيد عن جميع الانشطه الاخرى في مصر وعن دول العالم بكثير 40% واكثر. من استاذ رضا، يعني صندوق النقد والبنك الدولي اكدوا على اولويه ان تتضمن خطه الاصلاح الاقتصادي برامج حمايه زي ما احنا ما شفنا تكافل وكرامه ومنظومه التموين والى اخره. هل عندنا اليه واضحه نشوف بيها ايه فعاليه البرامج دي ومدى نجاحها؟ هو الاول نتكلم قياس نجاحها. يعني احنا عندنا حاليا صب ناس كثيره مثلا من دعم السلع التموينيه بنخفض التزامنا، انما في الاخر خلينا نقول حاجه، قولوا لنا تكلفه برامج الحمايه كام؟ وتكلفه الوفر اللي عملتوه كام؟ يعني انت بتقول لي انا هوفر من دعم الطاقه 10 20 35 مليار جنيه. اوكي فاين، تعالى قول لي بقى بتصرف منهم كام على برامج الحمايه اللي بتتقلص كل يوم. لما نسمع ان نصيب الفرد من الخبز في الدعم مدعوم بينخفض، يبقى لازم نسال. لما نعرف ان في فئات كثيره عماله تشطب مره ورا مره من او في مراجعات مستمره وفي تغيير لقواعد صرف الدعم التمويني، يبقى لازم نسال. لما نتكلم على تكافل وكرامه،
الشرائح كان نصرف على الموضوع ده كان حقيقة، مش كان بكلام جرائد، بكلام محاسبي. انت وفرت كام من دعم الطاقة وكام منه راح للحماية الاجتماعية؟ الحماية الاجتماعية في الموازنة المصرية الحالية والسنة الحالية الجديدة يعني والسنة الماضية للسنة الثانية على التوالي الحكومة بتخفض موازنة الحماية الاجتماعية للمرة الثانية. السنة دي اتخفضت بنسبة 10%، السنة اللي قبلها بنسبة 4%، يعني بتتخفض بنسب متزايدة. طيب الوفر اللي عملتوه في دعم الطاقة راح فين؟ قولوا لنا راح لمين وازاي بالأرقام، إنما نتكلم كلام عام وكلام جرايد. أرقام مهمة تستحق الدراسة وتستحق أن الدولة فعلا تعلن عنها. بنشكر حضرتك أستاذ رضا عيسى الباحث الاقتصادي، كنت معنا من القاهرة. وعودة مرة أخرى محمود، يعني الرئيس السيسي كان أجرى، أكيد أنت متذكر، لقاء مكالمة هاتفية العام الماضي مع الإعلامي شريف عامر، واتكلم فيها على أن الإعلام لازم يكون ليه دور تنويري ويعرف الناس على الفرق ما بين سعر الوقود في مصر وما بينه في أوروبا، وأن الناس في أوروبا بتدفع ضرائب على دخلها ما بين 30% و40%، ومحدش يقدر يهرب من دفع الضرائب لأنه في حوكمة وإلى آخره من اللقاء. يعني إزاي شايف المقارنات دي؟ والله هي يعني كان ده شيء من أكتر الأشياء الساخرة اللي قام بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في توجيهه المستمر والدؤوب للإعلام المصري حوالين كيف يتناول وماذا يقول وكيف يقول. يعني احنا النهاردة لما السيد الرئيس بيوجه الإعلام ان هم يعرفوا الناس كم سعر الوقود، وشفنا اليوم السابع والجرائد التابعة للمخابرات المصرية وهي بتحاول توعي الناس بسعر الوقود بره. طيب سعر الوقود بره في أمريكا ب50 سنت اللي هم حوالي نص دولار، اللي هم الدولار النهاردة في مصر من 17 ل 18 جنيه، يعني تقريبا بنتكلم في 8 جنيه ونص، يبقى ده سعر. طيب كم دخل المواطن الأمريكي في الساعة؟ كم بيحصل الميزانية الأمريكية، كم بتخصص ميزانية الدولة الأمريكية للرعاية الصحية، كم بتخصص للتعليم المجاني، كم بتخصص منح دراسية للطلبة الجامعيين، وبناء عليه ده بيشيل ده. احنا النهاردة لما زي ما استاذك ضيفنا من القاهرة اتكلم عن اين تذهب هذه الاموال، يعني احنا ببساطة عندنا سعر عالمي عايزين يطبقوه في مصر، طيب ادونا نمط الحياة العالمي واحنا ندفع ثمن الخدمة العالمي، ده رقم واحد. رقم اتنين، لما نلاقي طبقا الارقام وزي وطول الوقت طول ما احنا بنناقش قضية ليها علاقة بالاقتصاد وبمعيشة الناس لازم نتكلم الناس بأرقام ممسوكة الدولة المصرية نفسها هي اللي أعلنت. الدولة المصرية أعلنت أن 1.2% من ميزانيتها سيذهب إلى الصحة. إحنا بنتكلم أن من 100 ل 110 مليون مواطن هيتعالجوا ب1.2% من موازنة الدولة المصرية، في مقابل 48% من موازنة هذه الدولة تذهب إلى خدمات الديون. هل هذا منطق؟ هذا لا يعقل في أي مكان في العالم. وهذه السياسات ليست سياسات يبنى عليها أي رفاه للمواطن في أي قطاع من القطاعات. إحنا النهاردة وطبقا للي قاله عضو مجلس النواب المصري السيد أحمد طنطاوي إن عندنا في مصر موظفين الخدمة العامة اللي هم بيشتغلوا في التشجير وفي المواصفات والرعاية وكذا بيحصلوا على ما يعادل 40 جنيه مصري شهريا، والعمالة المؤقتة أغلبها عقود أقل من 1000 جنيه شهريا. إحنا النهاردة بنتكلم إن في مواطن مطلوب منه يفتح بيت ويدفع إيجار ويدفع كهرباء وغاز اللي ارتفعت أسعارهم نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مطلوب منه يعيش ب800 جنيه، مطلوب منه يعيش ب2 دولار في الشهر زي ما بنك الدولي بيقوله، مطلوب منه إنه يعيش ب15 دولار في الشهر. هذا هو حال 60% من المصريين طبقا للبنك الدولي ذاته. شكرا كنت معنا من اسطنبول محمود العناني الكاتب الصحفي، شرفتنا محمود.